كلنا قعدنا في الكورونا، انا من الحمد لله مش منهم، بس ناس كتير قعدوا طلعوا كل القعده بتاعتهم في ازاي افن بقى واسبخ شعري لنفسي واقص لنفسي. فحصل ناس مشي الحال وناس حصل لهم كوارث اول حته يا عيني ولبسوا فيها. هنعمل ايه يا كريم في الموضوع ده؟ احنا اول حاجه عندنا مشكله دلوقتي، كل الكلاين اللي بيجوا لنا كلهم شعرهم بايظ. ايوه، بسبب الصبغه في البيت وكده. احنا عملنا حاجة في الصالون، ان ممكن الزبائن تبعت لنا صور شعرهم ونبعت لهم الصبغة على البيت، بحيث ان بحيث ان هي تصبغ في البيت لنفسها لو هي مش عايزة الا خايفة تنزل او تيجي الكوكر. تقدر ان هي تعمل كده في البيت، وعشان نخف المشاكل اللي بتحصل في الشعر. لأن طب هي المشاكل سوء توزيع الصبغه، يعني حد وزع الصبغه ولا حد حط لون تقيل او حامي على شعره؟ لا، هو فكره الصبغه هي مش سهله، يعني انا مش عشان انا هجيب الرقم الصبغه احطه على الشعر هيطلع اللون، لا مش كده. لازم في الشعر ممكن يكون فيه كذا لون، لازم احط حاجه في حاجة الشعر مثلا فيها أورانج، لازم أحط حاجة الأورانج، حاجة تمسك في الشعر الأبيض، يعني هي خلطة تكنيك هو بيتحط للصبغة عشان يقدر تطلع باللون اللي انت عايزاه. انما لو انا جبت دخلت السوبر ماركت جبت صبغة وحطيتها اكيد مش تطلع. طب بمناسبة اللون اللي انا عايزاه بقى، ايه اجدد الالوانات اللي موجوده؟ الالوان دلوقتي البلوند اللي نازله موضه قوي. بلوند قاش ولا بلوند في الالوان دي؟ بلوند قاش ولا الجولد؟ الجولد قاش جولد. اسفريكا اسفريكا يعني. بس هو السنه اللي فاتت كان شويه اهدى. هو السنه اللي فاتت كان شويه على مخدر، كان بيتكسر بزيتي. لا، الزيتي ده والحاجات دي بصراحه من الالوان السيئه جدا. بس في ناس بتحبه، بس انا بحبه. بقول لك دي يعني اللي هي عامله شعرها اوكسجيني وتنزل البيسين. لا، في ناس بتحب الزيتي ده، بتقول لك انه مكسوق، يعني بلوند ومش بلوند ماشي، بس هو الزيتي هو درجه بصراحه يعني درجه وحشه قوي، مش يعني بتليق على كل الناس. مش بتليق، وبعدين ممكن تعمليها لحد تكبره جدا، يعني ما بتبقاش حلوه معاه. وفي مشكله الناس بتروح تصبغ شعرها وتروح تنزل الميه. ما ينفعش تروح تصبغ. ايوه، حته الميه دي مهمه جدا، خصوصا احنا في الصيف، وقطعا في ناس هتنزل ميه. عشان كده بنقول للناس دايما تفتح شعرها في الصيف او في يعني عامه، عشان البحر بيبوظ كل الالوان. لو رحتي عملتي لون غامق او ظبطتي لون شعرك كويس، هتروحي تنزلي الميه هيبوظ. بل احسن ان انت تخلصي قصه الميه والصيف وكده، وبعد كده بقى تعملي اللون اللي انت عايزاه. يعني بلاش الون دلوقتي، بلاش اغير دلوقتي. تعملي الحاجات اللي هي ما يعني اللي هو اللي انا متعوده عليها. الفاتح، يعني الفاتح في الصيف ده بيكون كويس عشان ما بيبصش.